قال لك البالا ما ترميش كيكي هذاك يعطوك في الصطاد هذاك ما كان تيتي بيري بيه تدخل بيه الصطاد في بديدة إن شاء الله يعطيهم الصحة إن شاء الله بارك الله إن شاء الله ديما الله ديما وانت يعملوا لنا كما إن شاء الله أنا صافي بنوزة يديروا حاجة كما هذه حاجة من العين وموك اللي خد يديروا لنا مختار سيديروا لنا واحدة تصرية يديروا لنا الحمد لله تمام وقريب بارك والله حاجة مليحة يعني والله غير نحاول لنا مشكل كبير يعني إن شاء الله نديروا ريزلتا اليوم باه تكون يعني عندها صدى مليحة اللي تعملوا في ليبيا ديسيزيون غير ما شاء الله ونا كم مناصر عجبت هذا تشرف وإن شاء الله ما نزيدوش نغلبوا في التشاكير كما نغلبوا لهنا وسخرين لهنا وحنا رانا الله يديروا لنا بابنا دخول وحنا رانا ديما مع ليكيب ناسيونال رحنا تفرجنا كما أنا مصر تفرجتها كما راهي لا كوب كما راهي ملي بديت خلصت بدراني ومن بعد نروح للتشاكير أنا نعاني نلقى روحي من 7 تاع الصباح وأنا نسنى وش رايك في هاد لا ديسيزيون تاع اللي داروها حاجة مليحة هذه حاجة مليحة وهذه ما تشرف ويعطيه الصحة